ده انت مفيدة. نعم. اعملي لي قهوة هاتيها على جو. حاضر. عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. هي بنت الحلاوة دي والله صرخ ولم عليك الناس. صرخ؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست جميلة. انت مجنونة. انت اللي اتجنيت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحبيه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف. ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسره؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت. خرب بيتك على بيت حلاوتك. كنت فين يا اللي شك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانة. أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي؟ بترد عليا كلمة بكلمتين يا بت. وعزة جلالة الله كنت هموت يا ست جبرية. وأنا يعني جبل شغلي ليل ونهار. روح روح يا مقصة وسبي معاكي بعدين. امشي عدل يا بت. أهلا يا ديك البرابر. ابتدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى أنا جاي أهو. كنت فين يا قمر؟ قمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك. والراجل اللي مستحلي روحه ده ملهش عازم. وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المرايه زي البنات والنص التاني بتتصرمح في الشوارع. انا زي البنات يا حاجة؟ الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري. بأمرت ايه؟ طب ايه قولك ان العيلة دي عن بكرة ابيها لم تأتي برجل مثلي؟ ها؟ ولا تلف الصدور علي قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريحي دماغك مني. اقولك نادية مالها؟ شفتها طالعة فوق السطح باين لها طالعة الفروجات اللي فوق. تكلم جد؟ وعزة وجلال الله جد. ابو هطين راح فين ياما؟ ياما اسكت مش حملك. ياما وحشينا يا ناديه. طب بشوش عليها. ماشي ياما. فوتك بعافيه ياما. تعال هنا. فيها قمر انت؟ وحيه امك. انا هنغلط بقى. تعالي. انت هتسيبني وتروح فين؟ هي سيبك دي تعالى ذمتي. اه على ذمتك ولازم ابقى على ذمتك. طب مش وقته؟ لا وقته يا بنت. وانت تغيبي تغيبي وتجلبي احنا كنا ماشيين حلوين وزي الفل. واخرتها؟ اخرتها عسل يا عسل. انت بالك احنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فريندلي الحياه هتبقى سكر. فريندي ايه يا اخوي؟ ايه هبقى فاهمك بعدين. يلا سلام. حسن. عيون حسن. طب بقول لك ايه؟ ما تشجطي لنا جوزين حمالك دي وظبطيهم. اصل انا عندي شغل كتير جوي النهارده وبرجع واجع. انا يا حسن. احنا ليلتنا بيضه النهارده. يا نهار اسود. انت عايز ست جبريه تسوي عيش وتعملي فضيحه؟ مش فاضيه
قاعده مع فوزيه بيفكروا ازاي يدمروا العالم. على مين اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوه نفس الوانه ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخره اللي احنا فيه ده ايه. انت بنت بايخه وبتعاكن المزاج على فكره. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجوده؟ نتجوز. وماله؟ صح يا حسن؟ اه صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاكي بس انت بتكفليني. صح يا حسن. صح يا حسن. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم خايلة عليك العظيم. مش كده والنبي؟ انت بيه كبير، كان لازم تبقى بيه من البهوات اللي بنشوفهم في التلفزيون. حياتك لا يحصل. بقول لك ايه، انا كنت عايزه حاجه كده. قولي. عينيا. فلوس. انا ما بحبش الكلمه دي خالص، بتضايق منها. ليه؟ هو انا قلت حاجه عيب؟ عيب؟ يا ريت تطلبي حاجة عيب، ده أنا أحبك أكتر. أصل أنا يعني كنت عايزة أبعت دلال تجيب لي كم طقم كده من المركز. طقم؟ طقم إيه؟ لا مش لازم تعرف، لما أجيبهم هقول لك. حاجة يعني لزوم العيب؟ أبو العيب كله. طب لما نشوف. بس على الله يطلع أي كلام. تسلم يا حسن. وابقي خليكي في الغوامق. يا حسن! حسن! انت هتسمع كلام بنت كريمه؟ لازم اطمن بنفسي. اطمن بالتلفون. هكلمهم وانا في الطريق. انت مصدق؟ هي لقيت الحكايه الاولانيه ما جابتش نتيجه، بتشوف طريقه ثانيه. ابقى عملت اللي علي. لو هو عيان صح كانت هي اللي اتكلمت وكانت عملتها ليلة، لكن خلت بتها اللي تتكلم علشان تحنن قلبك وتروح على ملا وشك. جبرية حل عن نفوخي. هروح معاك. لا هروح معاك عاد. ادخل. صح اللي بيقوله حسن ده؟ عبدالله عيانه في المستشفى؟ يا الله، جبرية حرمة منك ليه؟ أنا جاهزة حاجة معاك يا عبد الحكيم. وأنا قلت لا ما تهوريش. لعبة لعبة بتلعبها بنت الكلاف. لو ايه بتخلي بنتها العايجة تكلم حسن عشان تفتح سكة وياه. قصدك ايه؟ مش فاهمة يا جبري. بتخلي بنتها تفتح سكة مع ولدي، ما يعرفها عبيط وبتهبل على اي واحدة يشوفها. خايب ولدي وانا حافظاه.